بلاك تي في مباشرة من القدس، معكم فراس حامد لأهم العناوين. وجهت الولايات المتحدة اليوم اتهاما مباشرا لإيران بالضلوع في الهجمات التي تستهدف قواتها في العراق وبأنها تخوض فيها حربا بالوكالة ضدها. وقال المتحدث العسكري الأمريكي في العراق أن القوات القدس التابعة لحرس الثورة الإيراني تعمل على بناء نموذج لحزب الله اللبناني في بلاد الرافدين بهدف محاربة القوات. شكل موضوع الملف النووي الإيراني والدرع الصاروخي الذي تنوي الولايات المتحدة إقامته بأوروبا الشرقية صلب المحادثات ما بين الرئيس الأمريكي جورج بوش ونظيره الروسي فلاديمير بوتين التي انطلقت أمس الاثنين، وأكد الرئيسان بأنهم سيشكلان جبهة. أما بما يتعلق في حرب لبنان الثانية، فالبارحة أجري في جبل هرتزل في القدس حفل ذكرى للجنود الذين سقطوا خلال هذه الحرب. خلال الحفل تحدث وزير الدفاع إيهود براك للإعلام وقال بأن على إسرائيل إعادة قواتها وقواها، ويجب عليها أن تبقي أعينها مفتوحة وأذانها صاغية لجيرانها. حكمت المحكمة الإسرائيلية بالسجن لمدة 11 مؤبدا على محمد عمودي بعد أن اتهم بإرسال المخرب الذي نفذ العملية في أبريل 2006 والتي قتل بها 11 مواطنا إسرائيليا. والحكام الذين أصدروا الحكم قالوا أن محمد يداه ملطخات بالدماء لا يمكن تنظيفهم وبأنه من المستحيل إخراجه. قامت القوات الإسرائيلية والشباك في الأيام الأخيرة باعتقال خلية تابعة لحماس في القدس والتي حاولت حسب أقوال الشباك بالسيطرة على المسجد الأقصى وأمواله. بهذا الأمر يقولون الأمن الإسرائيلي بأنهم نظفوا القدس من حماس. بعد شهر من اليوم سوف تجري الانتخابات الداخلية في الليكود، والمتنافسين هم بيبي نتنياهو الرئيس الحالي للحزب ومن الطرف الآخر المنافس سيلفان شالوم. لكن المقربين من بيبي نتنياهو يقولون بأن أمل سيلفان للفوز ضئيل بعد فقدانه للمؤيدين البارزين الذين دعموه في الانتخابات أمثال عمري شارون. الاقتصاد في إسرائيل ما زال ينمو من يوم إلى آخر، فالمسؤولين في الاقتصاد يصرحون بأن الخزنة الإسرائيلية مليئة، وهذا الأمر من شأنه أن يجذب أنظار أعضاء الكنيست الذين من شأنهم اقتراح قوانين تبذر هذه الأموال، وهذا ما يقلق المسؤولين. تقرير خاص من إنفو لايف تي في حول ميكي ماوس التابع لحماس وحول مقتل فارفور على يد اليهود. لقاء الأسبوع والنقاش حول الإعلام الفلسطيني وكذلك الاستعمال الأطفال. إنفو لايف تي في المحطة التلفزيونية الأولى في الإنترنت والتي تبث بأربع لغات والتي تبث على مدار الساعة من قلب التاريخ ومن قلب الحدث من منطقة الشرق الأوسط ومن إسرائيل. إنفو لايف تي في هي المحطة التلفزيونية الأولى. إنفو لايف تي في تتواجد في كل مكان وتبث على مدار الساعة وعلى مدار الأسبوع، تنقل لكم الأحداث بكاملها. إنفو لايف تي في.